علمك هو فن المقامات بقى ولا مين اللي علمك؟ لا، فن المقامات والله انا اتعلمت ان انا جبت كتب اكاديميه يعني، وبدات اطلع بنفسي، والمعلومات ان انا ما كنتش فاهمها كنت بسال زمايلي الموسيقيين اللي هم دارسين يعني. هنقول ايه اول حاجة؟ هنقول يا من يراني ولا اراه، هي كلمات تراثيه والحان الفقير يعني. طب اتفضل. انظر بعين الرضا لحالي.
الله عليك يا مصطفى، احسنتم احسنتم. الله يبارك.